السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي نشوف برامج شركه اسمها صايب معماري وانشائي وميكانيكال والالكتريكال وحاجات خاصه بالانرجي والمانجمنت. طيب ده ممكن يغنى عن ريفت؟ اه هو ممكن يعمل لي نفس الموديل على الريفت، لكن ما دام عندك ريفت او اركيكاد او كذا فانت ممكن تعمل الموديل الاساسي عليه وتيجي هنا تكمل عليه الشغل. يعني هو بيشتغل بالاي اف سي، فسهل جدا تعمل شغل على اي برنامج وتيجي تكمله هنا. تيجي تعمل الحاجات اللي مش موجوده هناك، يعني مثلا التصميم بتاع الفاير، التصميم بتاع الالكتريكال، الحاجات خاصه بالصوتيات هنا معموله بشكل كويس. يعني في حاجه مثلا خاصه بالوايرلس، تمام، في حاجات خاصه بالحصر، فهتلاقي حاجات ايه متخصصه. طيب انت ممكن تيجي هنا وتنزل المجموعه كلها، تمام، وهو يقول لك اذا كان في حاجه ممكن انت تشيلها وكده، لكن الحجم كبير وهتسطب وبتاع. الافضل ان انا ممكن اجي هنا واقول له مثلا عايز الحاجات الخاصه بالاركتكتشر فيبدا يجيبها لي. خلي بالك ان في حاجات فري، يعني ده فري وده فري وده فري، فممكن انت تسطبهم وتشتغل عليهم. والحاجات اللي مش فري بيبقى ليك نسخه تجريبيه. مثلا انت مهندس ووتر سبلاي، هتيجي هنا وتبدا تختار الحاجات الووتر سبلاي. ما دام مش مكتوب فري يبقى تقدر انت تجربه لفتره معينه وبعد كده يقف. في حاجات خاصه بالستراكشر اناليسيس، ابدا شوفه، ممكن تلاقي فيها حاجه سهله او مش موجوده في بقيه البرامج. مثلا في حاجه بتعمل ريبار، في حاجه بتعمل شير وول، في حاجه بتعمل الكونكت، تمام، ممكن تلاقي في حاجات مفيده بالنسبه لك. في حاجات خاصه بالايربان بلاننج، ده بالسايت. في حاجات خاصه بالبروجكت اكسكيوشن، وممكن تقول له مثلا انا عايز اشوفهم كلهم فيبدا ان هو يجيبهم لك بالشكل دوت. هتلاقي برامج كتيره تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت محتاجها. يعني انت اكيد مثلا معماري، فحاجات اللي تشفيك مش هتفيدك، فتركز على الحاجات اللي هي ايه ممكن تكون قيمه مضافه بالنسبه لك. ممكن تبدا تشوف الحاجات اللي هي الفري ديت، تبدا تجربها لو انت بتحب تجرب الحاجات الجديده زي حالاتي، هتستمتع بيها ان شاء الله. ممكن تعمل هنا سيرش، او ممكن تدور بالتاج تشوف ايه التاج اللي انت عايزه. مثلا اركتكتشر في كذا، الانرجي، انا راجل بهتم بالانرجي، وتبدا بقى تختار حاجات الانرجي اللي انت عايزها. ممكن لو في حاجات فري نبدا ان احنا نبدا بيها ان شاء الله، ومع الوقت نبدا نخش في بقيه البرامج. طبعا هو هنا هي الشركه اسبانيه، تمام، لكن كل حاجه موجوده بالانجليزي والفرنساوي والبرتغالي والايطالي. اتمنى ان تجربوها وتعجبكم ان شاء الله.